محطات أخرى في تاريخنا العريق، محطاتنا استدعت دوما عبقرية خاصة قوامها الرؤية المتبصرة والصادقة المخلصة للوطن والبعيدة عن الذاتية والاعتبارات الظرفية الضيقة لتصنع اللحمة الوطنية الكفيلة بلم الشمل والتصدي لمختلف التهديدات والأخطار مهما كانت بغية استكمال مسار بناء الجزائر الجديدة القوية بشعبها الأبي وجيشها العتيد الذي يلتزم وفقا لمهامه الدستورية بالدفاع عن وحدتها الترابية في كل الظروف. إذن مشاهدينا الأفاضل كما تتابعون في هذه الصور لإشراف الفريق أول سعيد شنقريحة خلال اليوم الوطني للجيش، أين تم ترسيمه من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى لقواته المسلحة وزير الدفاع الوطني، وهذا بهدف الوقوف على الإرهاسات التاريخية لنشأة الجيش الوطني الشعبي الذي يعتبر جيش التحرير الوطني نواته الصلبة. التحول من مرحلة الاحتلال إلى عهد الاستقلال ومن معركة التحرير إلى معركة البناء، تم تحوير جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي سليله وورثه الطبيعي، وذلك يوم 4 أوت 1962، هذا اليوم الذي أقره السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي، ليضاف هذا اليوم الوطني إلى قائمة الأيام والمناسبات التاريخية المجيدة لبلادنا، وهو ما يعكس اهتمام السيد رئيس الجمهورية البالغ ورعايته المخلصة والصادقة للذاكرة الوطنية باعتبارها مصدر قوتنا وفخرنا وشعلة حاضرنا ومستقبلنا ومرتكز تقدم بلادنا وازدهارها. هذا اليوم الذي هو مناسبة لاستحضار بطولات وتضحيات أبطالنا الصناديد الذين اختاروا التضحية بأعز ما يملكون لنعيش نحن أحرار أسيادا على أرضنا، وهو موعد أيضا لنجدد العهد مع الحفاظ على أماناتهم والصون ودعاتهم بالإخلاص في أداء المهام حتى تبقى الجزائر دائما وأبدا موحدة آمنة ومزدهرة. إذن مشاهدينا الأفاضل كما تابعتم على قناة الحياة الجزائرية لتصريح الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أين أشرف على افتتاح أشغال ندوة تاريخية بعنوان تحوير جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي وترسيخ مبادئها العليا وقيمها السامية في أذهان الأجيال المتلاحقة هو واجب مقدس نتحمل مسؤوليته جميعا، فمن وحي هذه القيم يأتي لقاؤنا اليوم لنخلد معا تضحيات أبطال الجزائر الخالدين ولنؤكد بأن أبناء الجزائر الشرفاء والمخلصين من أفراد وإطارات الجيش الوطني الشعبي مستعدون لبذل أكبر تضحيات في سبيل أمن واستقرار الوطن، وهم على استعداد دائم للإسهام في تطوير وازدهاره. فشعلة الولاء للوطن وفدائه بالنفس والتضحية من أجله تبقى إلى الأبد مشتعلة تتحدى الزمن، كما أغتنم هذه المناسبة لأقف وقفة إجلال وتقدير
واحترام لمجاهدينا الأخيار الذين فجروا ثورة نوفمبر المظفرة وعرفوا بكفاحهم الشرس والمستمت كيف يهزمون الجيش الفرنسي المحتل. أبارك لهم ما قدموه من بطولات وصنعوه من أمجاد مكنت من انتزاع استقلال الجزائر واسترجاع سيادتها، راجيا لهم دوام الصحة والسعادة وطول العمر. إذن مشاهدينا، كما استمعتم إلى كلمة فريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال إشرافه على افتتاح أشغال ندوة تاريخية نظمت من طرف المديرية أو مديرية الإعلام والاتصال تحت عنوان الجيش جيش أو تحوير جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي، وهذا بمناسبة اليوم الوطني للجيش الرابع أوت.